بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل ما بدأناه في المحاضرة الثانية في موضوع الإكزو توكسينز. بدي أذكركم بس تذكير سريع بما تعلمناه عن الإندوتوكسين والإكزو توكسينز. الإندوتوكسين قلنا تقريبا نوع واحد بيشترك فيه كل جرام نيجاتيف بكتيريا، له تأثيرات متنوعة ومختلفة، ابسطها انه يصير عندنا ارتفاع في درجه الحراره، وعقدها انه يصير في عندنا وفيات، يعني وفاه. الاكزوتوكسين تكلمنا عن صنفين، صنف بياثر على السيل ميمبرين تبع الخلايا، وصنف اخر بيستهدف سيلولار تارجتس، يعني داخل الخليه. وبدانا بالحديث عن بعض الاكزامبلز في هذا المجال، تحدثنا عن البورتيلا بيرتوز، تحدثنا عن الادينيليت سايكليز توكسين، وقلنا انه المحصله النهائيه لاي ادينيليت سايكليز توكسين هو accumulation of او production of large amounts of cyclic AMP، وبالتالي accumulation of electrolytes. الaccumulation of electrolytes تؤدي في النهايه الى production of large quantities of water. قلنا اذا كان في lumens زي في الانتستين بيكون دياريا، واذا كان في اليومن بيكون عندنا يصير عندنا إيديما. تكلمنا عن الانتراكس توكسين، قلنا انه معقد شويه، له بي اي انتيجين اللي هو بروتكتيف انتيجين، و2 ايز اللي هم الليثال فاكتور والإيديما فاكتورز. تحدثنا ايضا عن البوتولونيوم توكسين، وقلنا هو السم الاكثر قدره على القتل في كل السموم المعروفه للانسان، وتحدثنا عن وجود 7 انواع من هذا التوكسين انتيجينيكالي ديفرنت. أشهرهم 3 هم A و B و E. E هذا غالبا يكتسب من المأكولات اللي أصلها سمك، أو اللي احنا بنقول عنه فيش، خاصة الكاند فيش، يعني الأسماك المعلب. بينما A و B غالبا مع الكاند فود، كاند فود هي المعلبات بشكل عام. تحدثنا ان التوكسين هذا بيستهدف مين؟ بيستهدف الاسيتايل كولين. تتذكروا الاسيتايل كولين اللي قلنا عنه نيورو ترانسميتر، والنيورو ترانسميتر هذا اذا لم ينتج لن يكون هناك ستيمولاي ولا كونتراكشن، وبالتالي بيصير في عندنا فلاسيد باراليس. بعدين انتقلنا في الحديث عن الكولرا توكسين، وقلنا الكولرا توكسين تشتغل برضه ادينيليت سايكليز انزيم، بتنتج سايكليك ام بي بكميات كبيره، produces large amount of electrolytes، وبالتالي في عندي في التجويف تبع الامعاء، يعني لو تخيلنا الامعاء بهذا الشكل والادينيليت سايكليز في المناطق هاي لانه ميمبرين باوند، الكوليرا توكسين بيرتبط بالادينيليت سايكليز الارتباط هذا بيؤدي الى تحول الاي تي بي الى سايكليك اي ام بي. وكلكم عارفين السايكليك اي ام بي قلنا له وظيفتين، الوظيفه الاولى انه بيعمل سكريشن لبعض المركبات وبيساعد على امتصاص بعض المركبات الاخرى، هذه الوظيفه بتزيد، تزايد هذا بيؤدي الى التراكم الرهيب للالكترولايتس في اليومن. هذا التراكم الرهيب قلنا عنه انه يعتبر توكسيك للجسم، والجسم عشان يتخلص من التوكسيك افكت تبعه بينتج كميات كبيره من مين؟ من ال H2O. وفي هذه الحاله لانه في عندي تجويف في الامعاء دياريا از بروديوس. وصفناها المره الماضيه دياريا بايش؟ فاكرين؟ رايس ووتر ستول، زي ماء الرز، تمام؟ مية الرز قلنا عنها بتكون ملكي، يعني لونها ابيض وتربد، لونها ابيض وتكون وتربد. والدفثيريا توكسين ايضا ذكرنا المحاضره السابقه، لكن لا باس نمر عليه مرور سريع. الدفثيريا توكسين قلنا بيوقف عامل مهم جدا في الترانسليشن، فاكرين قلنا الريبوزوم اللارج سب يونت اللي هي 60 اس وال 40 اس. طبعا النهايه اللي هو مين؟ الام ار ان اي، وبكون في عندي الكودونز، وبيجي الامينو اكايل تي ار ان اي اللي حامل على او محامل معاه امينو اسيد، امينو اكايل تي ار ان اي، تمام. الان هذه العمليه بتحدث
بشكل طبيعي في وجود عامل اسمه elongation factor. لما يصير destruction أو inactivation للelongation factor من قبل الديثيريا توكسين عن طريق طبعا بروسس ايش سميناها البروسس هذه ADP ريبوزيليشن. الADP ريبوزيليشن عمل inactivation للelongation factor 2 وقف كل عملية تصنيع البروتين، واتفقنا على انه بدون بروتين synthesis there is no life for the cell. فيش امل ان انه الخلية الحية تعيش بدون تصنيع بروتين. الصنف السادس هذا يمكن توقفنا عنده المرة الماضية. جميل انه نعرف انه الاكسدوكسين اي تاع سودوموناس ايرجينوزا هو يعمل بنفس الآلية اللي بتشتغل فيها مين الدفتيريا توكسين، مع انه بكتيريا مختلفة تماما الا انه بيشتغل بنفس الدفتيريا توكسين. يعني لو جالك في الامتحان سؤال what is the mechanism of action ل الاكسدوكسين اي اوف سودوموناس ايرجينوزا، فما تقوليش similar to diphtheria، تشرح لي مين الديفتيريا توكسين. طيب في عندي الهيت لابايل انتيروتوكسين او باختصار التي توكسين. احنا المحاضرة السابقة تحدثنا عن اوكسيدين لابايل something، فاكرينه اللي هو الستريبتولايسين او الهيموليسين تبع الستريبتوكوكاس بايوجينز، قلنا عنه اوكسيدين لابايل يعني بيتأثر بالاكسجين، بينما اليوم نتكلم عن هيت لابايل يعني يتأثر بمين بالحرارة. زي ما قلنا في اوكسيدين ستيبل واوكسيدين لابايل، برضو بنقول هنا هيت ستيبل وهيت لابايل. اللي بتنتجه بكتيريا مشهوره جدا اسمها انتيرو توكسيجينيك اشيريشيا كولاي، برضو لحسن الحظ هنقول عنها هنا ايه انها ات سيميلر اور ايدنتيكال تو مين تو كوليرا توكسين اللي لسه احنا شرحناها قبل قليل. هنا بدي تنتبهوا لشغله احنا يمكن ما ركزناش عليها المحاضره الماضيه ولا المحاضره هذه لسه، اللي هي الفاج انكودد وين عندنا كروموزوم الانكودد. بدنا نستذكر مع بعض المادة الوراثية في الخلية البكتيرية. المادة الوراثية في الخلية البكتيرية اساسا مكونة من الكروموزوم، والبعض الاخر من البكتيريا بيحتوي على بلازميد، صح؟ العنصر الثالث اللي ممكن يضيف معلومات للبكتيريا هو بكتيريوفاج انفكشن. فاج يعمل انفكشن لبكتيريا ويبقى داخل الخلية، تمام؟ يبقى فيه 3 sources. ولاحظوا انتوا التوكسينز هتلاقوها على واحد من الثلاثه، يا اما كروموزومال انكودد، يا اما بلازميد انكودد، يا اما فاج انكودد. وتستهينوش في الفاج، معظم التوكسينز الخطيره جدا اللي بنعرفها از فاج او ار فاج انكودد، واشهر مثال عليها مين الكورني بكتيريوم ديفثيريا. بدون البكتيريوفاج ات از نون باثوجينيك، نون توكسيجينيك، نون توكسيجينيك، لكن في وجود البكتيريوفاج بيكسبها صفة إنتاج الدفتيريا توكسين. أعطيكم كمان مثال يمكن تسمعوا فيه بالأخبار كمصطلح، فليش إيتينج بكتيريا، بكتيريا آكلة اللحم، فيلم رعب هذا. فليش يعني إيه لحم الإنسان، ها؟ ليش سموها فليش إيتينج بكتيريا؟ هي مش ما بتاكلش اللحم زي ما احنا بناكل اللحم، وانما عندها المقدره على هضم اللحم، يعني تنتج بروتيزز. اعطيكم مثال لدرجه انه لو اصيب كتف الانسان على سبيل المثال بجرح والتهب بهذه البكتيريا، ثاني يوم ممكن تشوف العظم. قد تستطيع ان تهضم نصف كيلو جرام من اللحم في اليوم الواحد، فبصير الانسان اكسبوزد معرض يعني. فهي يعني بكتيريا صعبه للغايه، اسمها مشهور جدا عندنا في الميكروبيولوجي ستريبتوكوكس بايوجينز، بتعرفوها ستريبتوكوكس بايوجينز اللي بتعمل اللوز، التهاب اللوز تونسيلايتس، عاديه بكتيريا عاديه. ايش اللي اختلف؟ اصيبت ببكتيريوفاج اعطاها المقدره على انتاج كميات ضخمه من البروتيزز. اذا عندما نتحدث عن فاج بدنا نعرف انه الفاج قد يكسب البكتيريا صفات جديده من الفيرولنس فاكتورز. طبعا خلينا بدل فتحنا موضوع الجينيتك ماتيريال ثبات البكتيريا نتكلم عن هاو بكتيريا مي كونتريبيوت نوليدج تو اذرز. احنا لما البشر بدنا نثقف بعضنا، بدنا نعلم بعضنا عن طريق اما الصوره
او يعني بالعين بنشوف او عن طريق السمع، مظبوط، بنعمل عمليه نقل للمعلومات من الى البكتيريا. لا، البكتيريا عندها العمليه ابسط من ذلك بكثير وافضل، اكثر فعاليه طبعا. تخيل لو انا عندي تشيب صغيره ادخلها في راسك تحفظ الميكروبيولوجي، او شيب اكبر اخليك تحفظ كل التحاليل الطبيه، اعتقد انه هذه مريحه ولا لا؟ البكتيريا بتعطي لبعض قطع من الماده الوراثيه تكسبها المعرفه، وكانها كانت هي البكتيريا الاصل. فنتخيل اذا المحاضره السابقه لما تكلمت عن العلاقات ما بين المخلوقات في السيمبيوسيس، قلنا في ميوتشواليزم وفي، مظبوط، ذكرنا جمله مهمه، قلنا نادرا ما نجد البكتيريا في بيئه منعزله، دائما بتكون البكتيريا في بيئات مشتركه. نتخيل امعاء الانسان او نتخيل المجاري اكرمكم الله، فيها الاف الانواع، بكتيريا بتموت وبكتيريا بتنازع وبكتيريا مكيفه مبسوطه، بتنمو بتتكاثر حسب البيئه اللي موجوده فيها. قد تستطيع الميكروبات ان تنقل الجينات لبعضها البعض بثلاث طرق عارفينها، ترانسفورميشن، هذه مهمه جدا على فكره، وان كان العلماء مهملينها لكن هي مهمه، لانه ذا فري تيك اب اوف دي ان اي فروم ذا سراوندينج، يعني الميكروب بياخذ اي دي ان اي من المحيط تبعه. الكونجوجيشن، كونجوجيشن اللي هو السكس بيلاي، الاقتران الجنسي، والترانسدكشن بنوعيه اللي هو واينما وجدت الفريسه وجد المفترس. ما ينفعش تلاقي اسد عايش في المدينه والفرائس تبعته عايشه في الصحراء، لازم يكون هو موجود هناك، مظبوط ولا لا؟ فالبكتيريوفاج مين فرائسه؟ البكتيريا. فحنلاقي البكتيريوفاج ايضا موجود في نفس البيئه اللي موجود فيها البكتيريا، وبالتالي بيساهم في عمليه نقل الجينات من خليه الى خليه اخرى. طيب نقول هذا السيميلر تو اور ايدنتيكال تو كوليرا توكسين، هذا بيفتح باب ارض باب النقاش. هاي بكتيريا اشريشيا كولاي كنا طول عمرنا واحنا صغار نعرف انها اشريشيا كولاي نون باثوجين، في الامعاء نون باثوجين. بعد عده سنوات من الدراسه اكتشفنا انه لا، الاي كولاي اكتسبت صفات جديده. كلمه اكتسبت صفات جديده معناها الحكي اخذتها من وين؟ من ميكروبات اخرى. مثل مين؟ هي مثلا في هذه الحاله من الكوليرا توكسين. هذا يعني العلماء بيعتبروه دليل مهم على انه البكتيريا تتبادل المعلومات فيما بينها. عكس هيت لابايل قلنا في عندنا هيت ستيبل، هيت ستيبل توكسين مين اللي بينتجه برضه؟ اشريشيا كولاي. اي اشريشيا كولاي؟ نفس الاشريشيا كولاي اللي احنا ذكرناها اللي تنتج لابايل، يعني it produces two types of toxin، labile toxin and stable toxin. enterotoxinic اشريشيا كولاي ETEC plasmid encoded، في عندنا ال STB only produced by strain isolated from animals، يعني ما بنلاقيهاش في العزلات اللي بناخذها من اللي هو الانسان. الاكشن تبع الاستيتوكسين از سيميلر تو كوليرا توكسين، لكن بدل ما يستهدف الاي تي بي بيستهدف مين؟ الجي ام بي. تعرفين الاي تي بي اللي هو الادينين ترايفوسفيت، هذا الجوانين ترايفوسفيت، يعني اثنين مركبات طاقه، لكن هذاك بيستهدف الادينين وهذا بيستهدف الجوانين، وبالتالي برضه بيساهم لنا بانتاج اللي هو السايكليك جي ام بي. البرتوسيس توكسين وهو عباره عن اي 5 بي، اي 5 بي يعني اي واحده و5 بي. ال 5 بيز بسموهم اس 1 تو اس 5، اس 1 تو اس 5. احنا كنا فاكرين لما بيكون عندي 1 اي واكثر من بي ممكن يكون البي ايدنتيكالز، ايدنتيكال يعني كلهم نفس النسخه، وممكن البي ما يكونوش ايدنتيكال. كيف يعني مش ايدنتيكال؟ يعني واحد بيرتبط على نوع معين من الخلايا، الثاني بيرتبط على نوع معين اخر. يعني خلينا نقول انه نوع الريسبتور اذا كانوا كلهم من نفس الصنف بيرتبطوا على نوع واحد من الريسبتور، اذا كانوا مختلفين اكيد هيرتبطوا على ريسبتورز مختلفه. مين بتفضلوا انتوا؟ على خمس ايه؟
على 5 أنواع من الأنسجة أو الخلايا المختلفة. فهذا بزيد من فرصه في الارتباط في أنسجة متعددة في أماكن مختلفة. فمثال عندنا هنا بقولنا الأس 2 اللي هذا طبعا قلنا اعتبر بي سب يونت binds to glycolipid receptors on ciliated respiratory cells, على الريسبيراتوري ciliated cells اللي موجودة في وين؟ في التراكي. الأس 3 binds to glycolipids on phagocytes, يعني بيرتبط برضو على مين؟ على الفاغوسايتس. نيجي الآن لأهم نقطة في الموضوع اللي هي كيف تعمل الفراجمنت A سب يونت اللي هي A inhibit signal transduction. تركزوا معي في كلمة signal transduction عشان بس نفهمها بشكل جيد. شباب لو احنا افترضنا ان احنا في هذه الغرفة او هذه القاعة وآلية الدخول للقاعة عبارة عن جرس. الجرس لما بينضغط نسمعه احنا, انا بتحرك بقول بأشير لك بقول لك قوم افتح الباب. تفتح الباب بدخل الشخص بتتم العملية. تخيل لو انه الجرس هذا فصل عنه التيار. حيضغط الشخص المعتاد الجرس مش هيعطي الصوت. قطعت السيجنال اللي انا كنت بعطي اوامر لفلان حتى يقوم بفتح الباب وتتم العمليه, صح ولا لا؟ فاي سيجنال لما بنقول سيجنال ترانزدكشن انتربشن خربنا الاليه اللي بتتواصل فيها الخليه مع بعضها البعض. كيف؟ عن طريق الاي دي بي ريبوزيليشن للجي تي بي هيدرولايزنج بروتينز within unregulated adenylate cyclase and increased level of cyclic AMP. كمان مرة increased level of cyclic AMP. ايش بدي اعمل increased level of cyclic AMP؟ يعني بده يطلع لي electrolytes ويمنع دخول electrolytes, حيصير accumulation. هي هذه البكتيريا وين بتصيب؟ في الامعاء ولا في الريسبيراتوري تراك؟ في الريسبيراتوري. يبقى مش حيكون في عندي دياريا لانه مش في الامعاء, حيكون عندي سكريشنز داخل التراكيا قد تؤدي الى الكافينج او تؤدي الى إديمة اذا كانت في الجهه المعاكسه. يعني اذا كانت في القصبه الهوائيه الافرازات حتؤدي الى انه يصير في عمليه كافينج. احد التاثيرات الجانبيه برضو لهذا التوكسين انه بيعمل انهيبيشن لليوكوسايت كيموتاكسيس اند اكتيفيتي. احنا قلنا قبل شوية انه له ريسبتور على مين؟ على الفاغوسايتس. فاذا ارتبط بالفاغوسايتس بيقوم بالشغلتين, بيسكتها. طبعا الفاغوسايت وظيفتها توفاغوسايت, صح؟ توفاغوسايتايز, بدها تاكل. الان كلمة كيموتاكسيس معناها جذب. ايش نجذب؟ يعني احنا في مكان وبدنا نعمل كيموتاكسيس له من الوايت بلاد سيل, بدنا نقول للخلايا تعالوا هان, صح؟ الان تيجي الخلايا لها وظيفه, بتقوم بوظيفتها. هو بيمنع التنتين, بيمنع انه نقولها تعالي, تمام؟ ولو وصلت بيكون منع برضو ايه الفانكشن تبعها. اذا التوكسين هذا له اكثر من ايه من فانكشن. شيجا توكسين يمكن اول مره نذكره لكن مهم جدا نتطلع على الميكانيزم اوف اكشن, كثير بسيطه وسهله. يا ريت تركزوا معي يا شباب. نرجع للبروتين سينثيسيس. طبعا انتوا عارفين احنا ايوكاريوت ولا بروكاريوت؟ احنا ايوكاريوت. ايش النوع الكروموزوم تبعنا؟ عفوا الريبوزوم 60 و40. طيب ال 60 اس وال 40 اس هذول هل تعتقد انهم عباره عن كتله واحده؟ هو عباره عن سب يونتس, منهم واحده منهم ايش السب يونت تبعتها؟ وين راحت؟ 28 اس. الان ال 28 اس هذه هي انتجرال بارت اوف ذا 60 اس. لو الشيجيلا توكسين فصلت هذا الجزء عن هذا الجزء لن يستطيع الامينو اكايل تي ار ان اي, تمام, انه يشتغل على ان يرتبط بالريبوزوم. طب اذا الامينو اكايل تي ار ان اي اللي هو حامل الامينو اسيدز لم يستطع ان يرتبط بالمنطقه هذه,
هل حيكون بروتين سينثيسيس؟ يبقى كمان مره العمليه توقفت. هي اثنين اشتغلوا على مين؟ على بروتين سينثيسيس، واحد على الالونجيشن فاكتور، وواحد اشتغل على 28 اس فصلها عن ال 60 اس ريبوزوم. طبعا هو بدي اثر على. طيب النوع الثاني شيجا لايك توكسين. شيجا لايك واضح من الكلام انه بيشبه الشيجيلا، لكن مش الشيجيلا اللي تنتجه، مين اللي تنتجه؟ ايكولاي. ايش سميناها المره هذه؟ لا، الايكولاي انتيرو هيموراجيك اشيريشيا كولاي. فاكرين الالتي توكسين والاستي توكسين ايش سميناهم؟ او مين البكتيريا اللي تنتجهم؟ انتيرو توكسوجينيك اشيريشيا كولاي. اذا اللي تنتج الالتي والاستي هي انتيرو توكسوجينيك، اللي تنتج الشيجا لايك توكسين هي الانتيرو هيموراجيك. طبعا واضح من الكلام انه الميكانيزم اوف اكشن هنا هي نفس الميكانيزم اوف اكشن هنا، بس يا ريت تركزوا معي الان نفهم لماذا سميت هيموراجيك. هيموراجيك يعني في بلد ولا لا؟ في نزيف. تعالوا نطلع مع بعض ليش صار في نزيف. هاي الانتستين، هاي الفيلاي، فاكرين الفيلاي؟ ايش الفيلاي وظيفتها؟ ابسوربشن، الغذاء المهضوم بصير له ابسوربشن. طبعا هذه الفيلاي هي عباره عن ابيثيليال سيلز، التوكسين قتلها. كيف قتلها؟ عن طريق وقت توقيف تصنيع البروتين. هذه الخلايا بيكون في عليها ميوكس يا شباب. لما تموت الخلايا بصير لها سلافينج، تنزل بتصير خلايا ميتة والميوكس اللي عليها معاها. الآن الجزء اللي وراها ايش بده يكون ورا الخلايا هذه؟ مدام صارت اكسبوزد، ماتت الخلايا، اتطبخت الخلايا ماتت، ايش وراها على طول؟ كابيلاريز. الله يفتح عليك، كابيلاريز. ليش كابيلاريز؟ اتوقعنا انه تكون كابيلاريز لانه امتصاص لتغذي الدم، عشان النوترينت هتروح على وين؟ على الخلايا اللي في الجسم كلياتها. طب هذه مصنوعه من انابيب بي في سي بلاستيك يعني ولا ايش مصنوعه؟ برضه خلايا. ما دام تعرضت يبقى التوكسين ايضا يقوم بقتل الخلايا اللي هي اندوثيليال سيلز، تمام؟ وبالتالي بصير في رابتشرنج لمين؟ للكابيلاريز. اذا صار رابتشر للكابيلاري معناتها حكي انه حيصير في ليكج، يعني تسريب للدم. تعالوا نطلع على الستول اللي نتج هنا المحصلة النهائية، واحد ابيثيليال سيلز صح؟ اثنين ميوكاس قبل صح؟ شو الميوكاس معهم؟ ثلاثة بلد، وأي بلد نقصد فيها هنا ريد بلد. طيب في كمان حاجة رابعة، بس احنا الحاجة الرابعة هذه ما ناقشناهاش. لما صار عندي هنا رابتشر وموت للخلايا صار في كيموتاكسيز، الوايت بلاد سيل جت للمنطقة هذه وبالتالي بدأت تكافح. بتكافح مين؟ البكتيريا. فجزء منها بموت في المعركة. يبقى حنلاقيه وين الآن؟ يبقى لما يكون الستول كاركترايز باي دياريا كونتينينج ابيثيليال سيلز ميوكس وبلد وبس، مش بنسميها هيموراجيك، بنسميها ديزنتري. مين اللي بينتج او مشروع انه بيعمل ديزنتري؟ الشيجيلا ديزنتيريا. الشيجيلا ديزنتيريا بتعمل ديزنتري. ديزنتري باللغه العربيه اسمه الزحار. الزحار في نوعين منه، زحار بتدرسوه مع الدكتور عدنان، الدكتور عدنان الهندي في الطفيليات يعني، اللي هو الزحار الاميبي بسببه انتيبيا هيستوريتيكا، والزحار العصوي، عصوي لانه اللي بتسببه الشيجيلا اللي هي بكتيريا عصويه، فبسموه اميبيك ديزنتري وباسيلاري ديزنتري. باسيلاري ديزنتري. طيب طب ولا واحد سال من وين اجت اصلا الدياريا؟ ايش علاقه البروتين سينثيسيس انهيبيشن بالدياريا؟ اتذكروا ان الخلايا اللي ماتت مين هي الخلايا اللي بتمتص؟ اذا الخلايا ما امتصتش حيتراكم الالكترولايت. طب واذا تراكم الالكترولايت، ما هو هي كل الميكانيزمز
اللي ادت الى الدياريا تلخص فيها انه في تراكم للالكترولايت، صح ولا لا؟ وبالتالي يا شباب صار عندنا دياريا. ليش سميناها هيموراجيك؟ لانه في دم مصاحب لها. تيتانوس توكسين، وهذا يعني يمكن صار لنا فكرة عنه، لكن لا بأس انه نذكره مرة اخرى. ركزوا معي على الرسم اللي درسوها، هذه بسيطة لكن ان شاء الله بتوضح الفكرة. لو انا في عنا للمصل في عنا contraction وفي عنا relaxation. هاي contraction هنا بنسميها، وهنا ريلاكسيشن. خلينا نشوف احنا بالاول الفكرتين. عشان يصير كونتراكشن بدي اسيتايل كولين، صح؟ طب عشان يصير عندنا ريلاكسيشن ايش بدي؟ بدي انهيبيتور للاسيتايل كولين. يعني واحد شغل الضوء، واحد بده يطفي الضوء، تمام؟ الانهيبيتور اوف اسيتايل كولين بيعمل انهيبيشن للاسيتايل كولين، وبالتالي بصير في عندنا ريلاكسيشن. الاستيمولاي بتتجدد، بينتج اسيتايل كولين، بتوقف عن طريق نورمال. هذا البوتولونيوم توكسين اشتغل على مين؟ لا، اشتغل على اسيتايل كولين، منع حدوثه. ايش صار عندي؟ لا، ما صارش عندي كونتراكشن من اصله، لانه الاسيتايل كولين هو اللي بيعمل الكونتراكشن. فاذا ما صارش كونتراكشن حيصير عندنا ايش الان؟ ريلاكسيشن. طب اذا صار عندي ريلاكسيشن تام، معنى الحكي انه شلل ارتخائي اللي هو سميناه قلنا فلاسيد باراليسيس. الان في الحاله الثانيه اللي قلنا عنها اللي هي تيتانوس، التيتانوس بيشتغل على مين؟ بيمنع هذا. إذا منع هذا فيش ريلاكسيشن، فيش ريلاكسيشن، حيضل عندي الآن كونتراكشن بشكل مستمر، وبالتالي ايش حيصير؟ انه الباراليسيز سباستيك. هذا ايش سميناه النوع هذا؟ فلاسيد باراليسيز. وصل الصورة؟ حاضر. وباختصار بدنا نذكر انه في عمليتين، كونتراكشن ريلاكسيشن. الكونتراكشن بده اسيتايل كولين. اذا انا منعت الاسيتايل كولين، منعت الاسيتايل، فيش كونتراكشن، يبقى صار عندي شلل ارتخائي. الريلاكسيشن بدها انهيبيتور للاسيتايل كولين. اذا منعت الاسيتايل كولين انهيبيتور، معنى الحكي صار عندي سباستيك باراليسيس، كونتراكشن بشكل مستمر. التوكسين، التوكسين هو اللي بيمنع. في هذه الحاله البوتولونيوم توكسين منع الاسيتايل كولين، والتيتانوس توكسين هو اللي منع الانهيبيتور اوف الاسيتايل كولين. طيب ركزوا لي بس في نقطه مهمه الان نتكلم فيها عن تيتانوس. يسمى المرض بعض الاحيان بلاك جو. لاك جو يعني الفك المغلق، بتحسوا المريض دائما مسكر اسنانه، وهن بالعربي ايش بسموه؟ الكزاز. المرض هذا كزاز، لانه الاسنان مطبقه على بعضها البعض. وبعض الاحيان بسموه فيكست سمايل، الابتسامه الثابته. عشان هيك مش كل واحد مبتسم بيكون سعيد، ممكن يكون عنده تيتانوس، تمام؟ ممكن يكون عنده تيتانوس. الكلوستريديوم تيتاني توكسين از ا فيري دينجرس توكسين، فيري سيريس ديزيز. الكونتراكشنز مش قلنا عنه هو سباستيك باراليسيس، الكونتراكشن ممكن تكون فايلنت لدرجه انها تكسر العمود الفقري. الناس بتقوس لقدام، مريض التيتانوس بيقوس لورا، بيكون حرف سي عامل لورا، تمام؟ لما يكون عنده السباستيك باراليسيس. هذا مثال، او هذا المرض مثال على قديش الثقافه في الببليك عند الناس قد تساهم في القضاء على الأمراض. عندنا في مجتمعنا الفلسطيني على سبيل المثال
لا يوجد متعلم أو غير متعلم إلا ويعلم معلومة بسيطة، إنه إذا غزك مسمار أو حاجة روح خده وديه على العيادة أعطيه إبرة تيتانوس، هي إبرة ضد التيتانوس لكن احنا بنسميها إبرة تيتانوس. لذلك بنلاقي تقريبا المرض من 10 سنوات لليوم تقريبا زيرو كيسز، ما لناش أي حالات. كمان مرة مش بدي افتخر أو نفتخر بأنه ما عندناش الحالات هذه، بدنا نفتخر بأنه ونفهم أنه الثقافة العامة قد توفر على الأمة، يعني بمعنى الثقافة الحقيقية توفر على الأمة البردن أو أعباء تكلفة أمراض خطيرة قد تؤدي إلى وفيات عالية زي مرض التيتانوس. موجودة موجود نعم صحيح، يعني أي وقت ممكن يصاب فيه الإنسان إذا غزه مثلا. صحيح، لكن احنا بنقول كمان مرة إذا غزه مسمار ونقله وعملنا فيه أن 3 أشياء لازم نعملها: proper care of wound يعني الاهتمام الجيد في الجروح، رقم 2 اللي هو immunization with vaccine والprotection with antitoxin، وفي كمان حاجة رابعة اللي هو treatment with antibiotics، وهذه 4 أشياء في قطاع غزة أو في فلسطين متبعة بشكل جيد، وبالتالي أن عدد الحالات كمان مرة 0. ناخذ كخاتمة لموضوع التوكسينز اللي هي طبعا احنا شرحناها بشكل مختصر الصحيح، comparison between exotoxin and endotoxins. طبعا الكومباريزون هنا مش فقط عشان خاطر الامتحان، وانما عشان خاطر نفهم بعض الامور منها. على سبيل المثال لما بتكلم عن التوكسين معظمها هنا الاكزوتوكسين هيت لابايل، ما عدا فاكرين الستافيلوكوكس اورياس. الستافيلوكوكس اورياس هي الاكزوتوكسين الوحيد اللي بنعرفه اللي هو هيت ستيبل، اكسبشن لمين؟ للاكزوتوكسين، بينما كل الاندوتوكسين هيت ستيبل. يعني لو سخننا الاكل بطريقه جيده وكان في اكزوتوكسين حندمره مع مين؟ الستافيلوكوكس اورياس. طيب نرجع من الاول، الاكزوتوكسين كان بي برودوس باي بوث جرام بوزيتيف اند جرام نيجاتيف، بينما الاندوتوكسين ات از اونلي فور جرام نيجاتيف بكتيريا. يعني هذه ممكن تنتجها لجرام بوزيتيف لجرام نيجاتيف، بان هناك فقط مين؟ لجرام نيجاتيف. ريليزد فروم ذا سيل وايل ذا سيل از الايف، يعني الخليه بتكون حيه وبتنتج التوكسين، بينما الاندوتوكسين يعتبر جزء رئيسي من تكوين الخليه او تكوين السيل وول، and it is not released unless the cells are dead and lysed. مع انه في دراسات حديثه بتقول انه they can release very minute amounts، كميات قليله جدا غير مفسره لحتى الان، لكن في كميات لا باس بها. التركيب الكيميائي له هو عباره عن بروتين، بينما هناك ليبيد اي اوف لايبوبوليساكرايد. كثير انواع مختلفه شفنا في الاكزوتوكسين 12 نوع اللي قراناهم قبل شويه او 12 اسم، بينما هو نوع واحد اسمه اندوتوكسين. هذا لا يعني انه الاندوتوكسين اللي في البكتيريا كله ايدنتيكال، لا في تفاوت في التركيب، لكن في الاخر يعني مش قادرين نميزهم عن بعض بشكل زي ما ميزنا الاكزوتوكسين. هكذا هيت لابايل وهيت ستيبل. سبيسيفيك ريسبتورز اون هوست تارجت سيلز، مع كل توكسين كنا نقول بيستقبله الخلايا الفلانية أو الريسبتور الفلاني، بينما هذا diverse range of host cell and system affected، يعني بيأثر على أنواع كثيرة من الخلايا وعلى أجهزة الجسم المتنوعة. كمان بالنسبة للتأثيرات عكسه، لا نفس الكلام، تأثيرات تأثير غالبا بيكون specific effect on the host. ليش specific effect يا شباب؟ لانه اصلا هو له سبيسيفيك اكتيفيتي، له سبيسيفيك اكتيفيتي. هنا برضه دايفيرس رينج، احنا قلنا قبل في بدايه المحاضره انه ممكن من سمبل فيبر لشوك، تمام؟ الاكتيفيشن اوف كومبلمنت، فازو دايليتيشن، اللو بلاد بريشر، مجموعه كبيره من الاعراض قد يسببها او تاثيرات قد يسببها الاندوتوكسين. توكسويد كان بي ميد باي تريتنج وذ فورمالين، بينما في الجرام نيجاتيف اندوتوكسين ات كانت
وبالتالي هذا بنقدر نعمل له فاكسينيشن، هذا ما بقدرش نعمل له فاكسينيشن. في حدا عنده اي سؤال على 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 التوكسينز؟ واضحه المساله ان شاء الله. طيب ننتقل للجزء اللي بعده. بدنا نتكلم على نقطه كثير مهمه اسمها ناتشورال هابيتات اوف مايكروبس. اصل الميكروبات وين؟ زميلكم قال قبل شويه انه البكتيريا موجوده في التربه بشكل مستمر، واي وقت احنا ممكن ننصاب في البكتيريا. فما هي مصادر الباثوجينز بشكل عام من الدنيا؟ واحد سويل، المصدر الاساسي، المصدر الاساسي للميكروبات هو التربه. قد تقع الامطار على التربه وتجرف جزء من التربه وتنقلها الى الانهار والبحار، فحتى البكتيريا اللي ممكن تكون في المياه يمكن يكون مصدرها وين؟ التربه. قد تثير الرياح الغبار وتنقل لنا بعض الميكروبات عبر الجو، لكن مصدرها الاساسي وين؟ التربة. فالسويل تعتبر مصدر اساسي، لكن كمان في مصادر تانية، الانسان، امعائه، حيوانات، and animal products. تسمعوا بالميكروبيال فلورا او الميكروبيوتا، الميكروبيوتا of human body. فيش انسان قاعد في الغرفة تبعتنا هذه سترايل معقم. لو اخذنا مسحة من وجهه مع انه متحمم وجاي مغسل وجاي، لو اخذنا من فمه هنلاقي ملايين الميكروبات، تمام؟ طب هو بفرش اسنانه وشارب قهوه وشارب شاي سخن، يعني يمكن موت بعض البكتيريا، لكن هنلاقي بكتيريا. لو اخذنا من الاستول تبع الانسان هنلاقي في عنده مايكرو اورجانيزم. ليس من الطبيعي الا نجد، يعني الطبيعي انه نجد، تمام؟ اللي مش طبيعي انه ما نلاقيش مايكرو اورجانيزم. اذا النورمال مايكروبيوتا او النورمال فلورا في الانسان، بدنا نعرف انه على السكن على سبيل المثال مليان مايكرو اورجانيزم زي ستافيلوكوكس ايبيديرميدس وستافيلوكوكس اوريس. انا مكتوب هنا جرام بوزيتيف بكتيريا ار ذا موست كومون، اللي هم قلنا كمان مره ستافيلوكوكس ايبيديرميدس وستافيلوكوكس اوريس. شباب انا لا ادرس النورمال فلورا على جسم الانسان عشان اقول لكم انه في عندنا بكتيريا. لازم تبقى عارف انه كل كلمه بنحكيها في الميكروبيولوجي لها مدلولاتها ولها استخداماتها. عندما اتعامل مع عينات مرضيه او مع مرضى وانا اعرف انه ايدي فيهم مايكرو اورجانيزم، ولما بقول مريض، لما بقول مريض بدكم تعرفوا انه المريض بيختلف عنكم شويه. انتم بتتاثروش ممكن كاصحاء بالميكروبات اللي موجوده على النورمال فلورا تبعت بعض، منيح؟ ما انتم بتسلموا على بعض وبتحضروا بعض بعض الاحيان، صح ولا لا؟ بتاثروش، لكن المرضى بدكم تعرفوا انهم اميونو كومبرومايزد، اميونو كومبرومايزد. وانا فاكرين المحاضره اللي قلت فيها لا يوجد خط فاصل ما بين باثوجين ونن باثوجين، وبالتالي بدنا نكون حذرين جدا في التعامل مع المرضى، بدنا نكون حذرين في التعامل مع العينات حتى لو لا نلوث العينات بالميكروبات اللي موجوده على ايدينا او في انوفنا او في الفم. عندما نتحدث ونحن نقوم بالزراعه، زراعه الميكروبات، انت واقع الامر بتزرع ميكروبات من مين كمان؟ من الفم. وللاسف الميكروبات لما بتطلع على الطبق بتقول انا من الفم وانا من المريض، لا كلهم بيشبهوا بعض. وبالتالي المطلوب منك انك تحافظ على العينات تبعتك من التلوث. الريسبيراتوري تراكت، سؤال بسيط، الريسبيراتوري تراكت جوا الجسم ولا برا الجسم؟ انا بقول لكم برا الجسم. برا الجسم. تخيل انها بس مدام بدل ما هي الكيس برا حاطينه احنا ايه؟ جوا. في احتكاك مع العالم الخارجي، وبالتالي هي صحيح انترنال لكن نعتبرها اكسترنال لو في اتصال مع العالم الخارجي. طبعا بيقسموا الريسبيراتوري تراكت الى عده اجزاء، ماوث اند اوروفارينكس. بدكم تتذكروا انه السلايفا اللعاب، عارفين 1 ملي من اللعاب، 1 مل من السلايفا بيحتوي على 10 اس 9 ل 10 اس 12 سل بير ام ال. طبعا انا ما عنديش معرفه بالتريليونات والمليونات، لكن 1000 مليون 1000 مليون العد 1000 مليون، تمام، خليه لكل ملي من اللعاب.
اللي هو السلايفا. رقم مهول ولا مش مهول؟ يشبه العدد في الكثافة عدد البكتيريا في الاستول. فاللعاب والاستول بيحتوي على كميات ضخمة من الميكرو أورجانيزم. عشان كده في بعض العادات عند بعض الناس انه بيستخدم السلايفا تبعته لأشياء معينة، للصق طابع بريد ولا عشان يفتح صفحة. هذه العادة نرجو يعني انه نبتعد عنها. Teeth and gums، الأسنان واللثة. Nose and nasopharynx، العين. الكونجكتيفا، ملتحمة العين. العين خدوا بالكم external ولا internal برضو؟ واضح انها بتتعرض للميكروبات من الهواء ومن من اشياء كثيرة. لكن الكونتينيوس واشنج، العملية الغسل المستمرة للعين تجعل من عدد الميكروبات في العين، تجعل العين شبه ستيرايل، شبه ستيرايل. بالإضافة إلى إنتاج العين اللي هو الدموع أو التيرز اللي فيها اللايزوزايمز اللي بتكسر كثير من الجرام بوستيف بكتيريا. الجرام بوستيف بكتيريا إيش في بتتميز بإيش؟ مولتيبل لاير أوف بيبتيدو جلايكان وكروس لينك، فاكرين؟ لا، الجرام بوستيف ما فيهاش أوتر ممبرين، فيها مولتيبل لاير أوف بيبتيدو جلايكان، طبقات متعددة مظبوط، ومرتبطة من بعض بايه؟ بكروس لينكس. الآن اللايزوزايم بتكسر البيبتيدوغلايكان نفسه. عشان هيك بنلاقي انه العين غالبا لا تصاب بالجرام بوستيف. تصاب بمين؟ الجرام نيجاتيف. ما عدا جرام بوستيف واحدة احفظوها اسمها ستريبتوكوكاس نيومونيا. غالبا هذه ريزيستنت لمين؟ لللايزوزايمز. يبقى الاي فهمنا بعض المعلومات حولها. نيجي للاير، في حاجه اسمها انر وميدل واكستيرير. طبعا الاكستيرير اللي هي صوان الاذن هذا هو يعتبر جزء من الجلد، وبالتالي ات از اولويز كولونايزد، لازم يكون في عليها بكتيريا. لكن الانسايد والميدل مش لازم يكون فيها بكتيريا. وكلكم بتعرفوا الشمع اللي في الاذن هذا، هذا الواكس اللي في الاذن هذا انتي ميكروبيال سبستانس، يعني له قدره على قتل البكتيريا. له ليش؟ لانه هو عباره عن ان ساتوريتد فاتي اسيد، وبعض العلماء استخدموه اخذوا الجزء من الصمغ الشمع بتاع الاذن ووضع على التهابات جروح فشفيت. دلالة انه ايه؟ فالناس اللي بتستخدم برضه باستمرار عملية التنظيف الغير صحية قد يؤذي الجسم أو قد يؤذي الأذن بأنه بيزيل هذه الطبقة المهمة جدا من الشمع. طب الجاسترونتستينال تراكت، هذه كومبليتلي أوتسايد ولا كلها انسايد؟ أوتسايد. في لها فتحتين، فتحة الفم وفتحة الشرج، يعني مجرد أنها برضه مركبة جوا. طبعا طولها طويل جدا، تذكروا الأمعاء قديش الغليظة والدقيقة. وبالتالي أنا لما عرفت كلمة نيتش فاكرينها؟ أصغر وحدة بيئية. أكم وحدة بيئية حنلاقي في الأمعاء؟ آلاف، صح؟ باختلاف العمق وباختلاف اللوكيشن والأناتومي تبع العضو، وبالتالي بتوقع أن يكون في عنا كمية كبيرة من الميكروبات اللي موجودة في هذا الأماكن. طبعا المعدة حامض، البيئة منخفض جدا، ما فيش حاجة اسمها نورمال فلورا في المعدة. في بكتيريا واحدة قادرة على أنها تعمل إنفكشن لحتى الآن نعرفها، اسمها هيليكوباكتر بايلوري. الإيسوفاغوس غالبا ما فيش فيه ميكرو أورجانيزم إلا ترانزيانت اللي تنزل مع الأكل، لكن في الآخر ما فيش كولونايزيشن للبكتيريا في الإيسوفاغوس. لكن ال- 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 الفم، ما احنا قلنا قبل شوي السلايفا مليان تمام بالميكرو أورجانيزم. حكينا إنه الجاستيك ميكوزا أوف ستومك أسيد إز أسيد تولرانت أورجانيزم، فقط واحد هي اللي قلنا عنها مين؟ الـ H. pylori، لأن هذه ريزيستنت للأسيد. عارفين كيف ريزيستنت للأسيد شباب؟ هذه بتنتج إنزيم اسمه يورييز.
اليورياز بيكسر اليوريا لأمونيا، الأمونيا الكالين. الآن وهي بتسبح في الأسد كأنها بتسبح ومغطاة ب زي واحد بيدخل مثلا مكان فيه حريق وحط على حاله بلانكت مية، بتأثر بالحريق؟ بتأثرش. نفس الشيء هي داخلة في الحامض لكن حواليها هالة من إيه؟ من الأمونيا، لأنه الأمونيا الكالين فبتعادل الأسد فبتنجو. وخدوا بالكم هي بحاجة إلى هذه الأمونيا لفترة وجيزة من دخولها المعدة إلى اختراقها للجدار. إذا اخترقت الجدار ما بعد الجدار هو 7.4 البيأتش ومتعادل، فبالتالي خلاص خلصت مهمة اللي هو اليوريز. لكن حتى to survive it should require اللي هو اليوريز. بنكمل إن شاء الله المرة القادمة.